الحدود الدوليه منهم. يعني هذيك من 2000 ل 2400 درهم الواحد. دون الستاد. السلام عليكم، تحية للمشاهدين الكرام. أنا هو السيد السيدي اللي تسرقت هنا في هذه المنطقة ديال سيدي حسين، وتكرفسوا عليا بزاف وداو لي الماتريال وداو لي المسائل ديالي، زعما لا الماتريال لا من ناحية الماتريال ديال الناس. أنا عندي التزامات مع الناس، عندي الماتريال ديال الناس، عندي دوزان، عندي التزامات مع الناس، يعني راه كشطوا لي المحل ديالي كامل وتكرفسوا عليا. والحمد لله راه كنشكروا الدرك الملكي، راه دار الخدمة ديالو والحمد لله، راه قبطوا على هاد المجرمين، بعض منهم راه شبروهم وبعض منهم باقي في حالة فرار. يعني الماتريال ديالي باش كنخدم، يعني الماتريال ديال عندي التزام، يعني لي زاكسيسوار ديال المعامل، لي زاكسيسوار ديال الفيلا، ديال الرشودير، ديال يعني بزاف ديال لي بياس كنخدم به، يعني كنخدم به. انا سوسيتي، انا كنشري الماتريال، كنشري الماتريال من الشركات وكنستوكي عندي وكنبيع للناس. انا كنفورني تو ايبوز، كنفورني وكنبوزي للناس، يعني كنشري وكنبوزي للناس وكنعمل المسائل ديالي. شحال القيمة ديال الممتلكات اللي تكون واحد 65000 درهم، يعني غير المسائل اللي جديدة. المسائل اللي جديدة يعني الميزانية عندي، لا فاكتور ديالها عندي كاملين. يعني الماتريال باش شري عندي قانوني، كل شيء عندي قانوني بالمسائل ديالو، بوريقات ديالي، بكل شيء. يعني هاد الماتريال راه كامل مشى، يعني هما كيجيو كيدخلوا كيحيدوا داك الشيء من الكراتان، كيعملوا في الشكير، كيديو ما يعرفوش حتى القيمه ديالو. يعني راه ما عرفتش كيفاش نقول لك. اول مره تعرض لهذا؟ لا اول مره، ولكن انا هاد العام يعني كاينه شويه ديال السرقه بزاف، يعني الناس كيتشكاو، وانا الحمد لله انا يعني اول مره نسرق انايا. يعني سرقوا من السرقه تاع شي واحد في المنطقه هذه؟ اكيد سرقوا واحد السيد ديالنا صاحبنا مسكين، توا سرقوه شي 5 شهور هنا الفوق، دخلوا للدار مسكين وتكرفسوا عليه وداو له الفلوس وداو له المحل وعيا ما كدير، يعني راه خدام وجرى ولاني السرق ما ظهرش. واش تعتقد ان هذه عصابه مخصصه في السرقه ولا لا؟ لا عصابه مخصصه، لا عصابه يعني مجموعه خطيره هذه العصيبه، هذه العصابه. لا الدرك الملكي تبارك الله عليه خدم، تكرفصوا معنا وجرى وكنشكرهم بزاف، لما الصراحه يعني ما وقفوا معنا. دابا الحمد لله راه شبروا واحد المجرم، راه شبر اعترف بكل شيء، اعترف ودابا راه مجاول وراء مرة البارح، راهم هربانين يعني في حالة فرار كاملين. المشكل ديالنا هو انه تسرق لنا المخزن ديال الوالد، بحكم ان الوالد مقاول، سرقوا له الماتريال ديالو والسلعه اللي كان عنده ديال. شنو هاد السلعه ديالو؟ السلعه هي عباره عن تجهيزات وديك كيستعملوا في الماء والكهرباء و القيمة ديال داكشي كتراوح بين 65000 درهم، هادشي يعني فاكتوريزي، فهمتي؟ ابار داكشي الاوكازيون اللي كتقدر اكثر من 40000 درهم. لا حنا ما كنا كنشكو في حتى شي واحد، ولكن من بعد ما المجهودات ديال الدرك الملكي اللي كنشكروه من هذا المنبر هذا قاموا بالواجب ديالهم حتى جبدوهم كاملين، يعني اغلبيه هما الجيران ديالنا كانوا ساكنين فوق. حق دابا تم القبض على واحد وباقيين 7 في حالة فرار. المطالب ديالنا هما يرجعوا يعوضونا في هذا الشيء، هذا يرجعوا لنا الماتريال ديالنا، وما بغينا حنايا بغينا نحسوا بالامان، بحكم ان في الدار ديالنا راه خصنا نحسوا بالامان، ماشي حجر السيبه هذه راه شومه زعما، خصنا خصهم على الاقل يعوضونا في هذا الشيء هذا اللي مشى لنا، ولا يردوا لنا السلعه اللي مشات. من هذا الباب هذه من هنايا عاد عملنا لها الحديد، عاد عملنا لها الحديد، كيدخلوا من هنا كياخذوا الغراض، ملي كيخرجوا كيفتحوا الباب كيردوا كاملوا الزكاو كيمشيو بحالهم، حنا ما كنردوش البال، لا ما عندنا مشدوده، ما كنعطوش نعرفوا حنا راه سرقوا. حتى النهار اللي سرقوا في اخر نهار اللي صح بقات ما سدوش مزيان، بقات بها كتشعط، ما دخلناش براهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.